شوف كم عنوان عربي عندنا، كم رئيس، صدام حسين رئيس جمهورية، فلاني فلاني رئيس جمهورية، فلاني فلاني ملك، فلاني فلاني ملك، فلاني فلاني ملك. أي باية فتحة صدر من واحد يسمع نشرة الأخبار ويسمع حلقة الرؤساء وملوك وجيوش ودول، وتاني خمس مخبطين يقتلون بشعبنا فلسطين وأطفالنا يذبحون بيهم ويهينون نسائنا، تصدر تصريحات معيبة، تصريحات والله خلنا نشكل لجنة دولية، يعني لجنة أمريكية دولية، يعني أمريكية كافي، كافي قبول بالمهانة، كافي ضعف، كافي ضعف. ينبغي أن يوضع حد للصهيونية، ومو المقصود مزايدة. يقولون نعم هذه بها خسائر وتضحيات، إيه وهي متى كانت، كان الوصول إلى الأهداف العظيمة بلا خسائر وبلا تضحيات؟ على العرب أن يصحوا، عليهم أن يصحوا. كافي يقبلون إهانات من أمريكا ومن الصهيونية. العمل اللي يصير ضد شعبنا في فلسطين هو علينا كلنا، على كل واحد من عندنا، على كل عربي، ضد كل عربي، وإهانة لكل عربي يقبل بيها. واللي توهموا في أنه أمريكا ممكن أن تضغط على إسرائيل، فعليهم أن لا يتوهموا أيضا، يستمروا في وهمهم، لأنه الإدارة في البيت الأبيض والإدارة الصهيونية حالة واحدة. من الذي يحكم في البيت الأبيض الآن؟ اليهود في البيت الأبيض أو خدم اليهود. خل يصحوا، خيرهم كثير وشعبهم بخير والأمة العربية بخير، بس ينراد لها أحد اللي يقودها بأمانة. خل ينطونا، إذا ما يريدون هم يقاتلون يقولون والله إحنا ما نريد نقاتل، خل ينطون. العراق وصلت قاع جريبة من إسرائيل، وهم بس يسهلون مهمة المتطوعين العرب. كافية، الهمة موجودة بس يراد لها ناس. إسرائيل تقبل لو العرب يصير لهم وقفة حقيقية لأسابيع، تتحمل إسرائيل؟ والله عيب، والله ما تتحمل أسابيع. بمنظور نحن كعراقيين، والله إسرائيل ما تتحمل أسابيع. يقولون إسرائيل يعني أمريكا، هي ولتكن، إحنا ما نريد نجعل أمريكا عدوتنا في الميدان، بس لما نعجز أن نجعلها ترى الحق، لتكن إسرائيل فوق أمريكا. وشنو اللي يصير؟ مو هي أمريكا الآن هسه مو فوق إسرائيل على العراق؟ صار لها 10 سنين. راح يقولون حاصروكم وكذا، لا مو هم حاصرونا، هم أذولا هم اللي يقولون حاصروكم، هم اللي حاصرونا، العرب حاصرون. أمريكا ما تقدر تحاصر، نحن لو جزء من حالة عربية صحية، يعني الحد الأدنى من الصحة، مو صحية. تجي أمريكا غير تضرب، ما هي ضربت هي 33 دولة، شنو خومة بخرنا؟ وبعدين هو ليش، هو القدس ما يسوى انه واحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصله ويحرره من أسره؟ ما يسوى مسر الرسول؟ ما يسوى؟ شو وقت تهتز الشوارب لو بس أدري؟ شو وقت تهتز الشوارب وشو وقت الناس ينتخون؟